بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الحلقة الثالثة عن الكواليتي. هنتكلم النهاردة عن حاجتين مهمين جدا في الكواليتي، وهما الاثنين جزئين من مكونات البروجكت برودكت ديسكريبشن، اللي هما الكاستمر كواليتي اكسبكتيشنز والاكسبتنس كرايتيريا. ببساطة كده الكاستمر كواليتي اكسبكتيشنز، ايه اللي الكاستمر عايزه ومتوقعه من المنتج بتاعنا، والاكسبتنس كرايتيريا ازاي لما نعمل المنتج ونخلصه نثبت له ان احنا حققنا له الكواليتي اكسبكتيشنز بتاعته او المتطلبات اللي هو متوقعها من المنتج اللي احنا هنطلعه له. يبقى they are two sections in the project product descriptions. طيب what are the customer quality expectations depends on and how do you, and how do they affect the product، هيأثروا على المنتج. هنقول مثال علشان نوضح احنا قصدنا نقول ايه. يعني مثلا هيجي لنا عميل يقول ان هو عايز فتاحة علب تشتغل لمدة سنتين وتكلف اقل من دولارين، وممكن يجي لنا عميل تاني يقول ان هو عايز فتاحة علب تشتغل لمدة لا تقل عن 30 سنة وبتكلفة لا تتعدى ال 12 دولار. كل واحدة فيهم ليها مكانها في السوق وليها زبونها في السوق، لكن المهم هنا ازاي هنثبت للعميل ان الفتاحة هتشتغل 30 سنة. علشان كده بنقسم توقعات العميل الى كود وستاندردز وبروسيديورز، وهنشرح دلوقتي ازاي وهندي أمثلة. وهنقوم بعمل قائمة من الميجرابل ديفينيشنز أور كرايتيريا، وهنعمل قائمة بالكرايتيريا دي أو الخصائص اللي هو عايزها دي، وتكون ميجرابل نقدر نقيسها. إذا حققناها وأثبتناها العميل هيقبل المنتج اللي إحنا عملناه وهو راضي ومبسوط تماما، وده اللي بنسميه الأكسبتنس كرايتيريا. طيب نرجع تاني نربط كلامنا ببعضه. ان احنا في عندنا في مرحلة بداية المشروع الستارت اب بيبقى في عندنا البروجكت بريف. البروجكت بريف ده بيبقى فيه البروجكت برودكت ديسكريبشن. البروجكت برودكت ديسكريبشن ده بيكون محتوي على حاجتين، الكاستمر كواليتي اكسبكتيشن والاكسبتنس كرايتيريا، من البداية خالص وبعدين بنبدأ نطور عليهم. على سبيل المثال لو احنا عندنا كاستمر عايز يعمل مبنى استراتيجي، فايه الاكسبكتيشنز بتاعته؟ بيكون المبنى ده سيف فور ايفري ون وسكيور وانرجي افيشنت اي تي سي، بيحط الاكسبكتيشنز بتاعته بالطريقه دي. ازاي بقى نعمل اكسبتنس كرايتيريا علشان لما نيجي نسلمه بناء عليها وياخد الشغل مننا وهو مرتاح ان الاكسبكتيشنز بتاعته اتنفذت بشكل علمي وعملي دقيق. نكتب الاكسبتنس كرايتيريا. لو اتكلمنا عن السيفتي بالنسبة للإليفيتورز، في عندنا ستاندرد اي سي 3 4 5 7 5، ده لو اتحقق يحقق لي السيفتي بتاع الإليفيتور. وفي عندنا ستاندرد تاني اسمه اكس سي 22، ده علشان يحقق اليوزابيليتي بتاعت الإليفيتور للناس اللي ما بتشوفش. ايه تاني من الاكسبتنس كرايتيريا ممكن نحطه؟ ان يكون اللايت فيتنجز مضمون لمدة 25 سنة، وان الانرجي سيرتيفيكيت تكون بي بالنسبة للبيلدينج، وستاندرد اسمه R15 للايزوليشن بتاع كل الويندوز، وهكذا بنبدأ نحط الاكسبتنس كرايتيريا. في حاجة تانية البريوريتي بتاعت الكرايتيريا دي والتولرنس بتاعتها، يعني بالنسبة للستاندرد ده ماست ولا شود؟ لا ده ماست، لازم يتحقق، والتولرنس نن ولا همسة، بلس ولا ماينس، وكذلك اليوزابيليتي فور ذا بليند. طب بالنسبة لل 25 سنة جارانتي لايت فيتنجز، هي ماست صحيح لكن فيها تولرنس بلس ماينس 5 يير.
الانرجي سيرتيفيكت بي فور ذا بيلدينج هي ماست، وكمان التوليرانس بتاعتها نان زيرو. طيب الايزوليشن بتاع الاول ويندوز هو شد، يعني احنا راغبين فيه جدا جدا جدا، لكنه ليس ضروري، مش حياة، مش مسألة حياة او موت. هو ضروري لكن مش مسألة حياة او موت. وممكن كمان ان يبقى فيه تولرانس من ار 15 الى ار 17. بالطريقة دي بنقدر نكتب الكاستمر اكسبكتيشنز، الكواليتي اكسبكتيشنز بتاعته، وبنقدر نكتب الاكسبتنس كريتيريا، وبالطريقة دي بنقدر نكتب البروجكت برودكت ديسكريبشن. أتمنى تكونوا استفدتم، وفضل لنا حلقة واحدة إن شاء الله في موضوع الكواليتي، وكده يبقى لمناها من جميع جوانبها. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.